تنظم هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة من 17 من مايو القادم معرض أبوظبي الدولي للكتاب في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويحتفي المعرض في دورته 25 بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كشخصية محورية تحت شعار الشيخ زايد نور يضيء المستقبل، وذلك عبر سلسلة من الجلسات الحوارية والندوات التي تسلط الضوء على أبعاد مختلفة من شخصية مؤسس الدولة احتفاء باليوبيل الفضي للمعرض. وكانت إدارة المعرض قد وضعت تقليدا جديدا العام الماضي باختيار شخصية محورية يتركز حولها جزء من البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، وذلك وفق منهج يتيح إعادة الاحتفاء بالشخصيات العربية والعالمية المؤثرة في البناء والثقافة والتنمية. وكان المعرض في دورته 24 قد بدأ هذا التقليد بالاحتفاء بتراث الشاعر العربي الكبير أبو الطيب المتنبي. وتم تصميم برنامج المحاضرات ليكشف عن جوانب مهمة من فكر المغفور له الشيخ زايد من منطلقات إيمانه بالتعليم والثقافة لتأسيس الدولة وبناء العلاقات الخارجية والدولية، بالإضافة إلى اهتمامه بالإعلام كونه ركيزة أساسية في الاتصال والتواصل لدفع عجلة التنمية إلى الأمام. ويتحدث في هذه الندوات بعض من الذين عاصروا الشيخ زايد، كما ستقام سلسلة من الأمسيات الشعرية يحييها عدد من الشعراء. ومن جهة أخرى يقدم المعرض عرضا شاملا وتوثيقيا لمنجزات المغفور له الشيخ زايد طوال أكثر من 4 عقود عبر جناح متعدد الأقسام لمعارض بصرية متخصصة تعرض قصاصات من الصحف وترصد المحطات التاريخية الأبرز في حياة الشيخ زايد وتاريخ البلاد.